مشاهدي وقراء جريدة هيبا بريس وهيبا سبور الإلكترونيتين، نرحب بكم هنا من أمام الملعب الكبير بموسكو، حيث تجرى في هذه الأثناء المقابلة الحاسمة للمنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البرتغالي. المقابلة كما تعلمون الآن المنتخب الوطني المغربي منهزم بإصابة 1-0، إصابة مبكرة صراحة أثرت على اللاعبين وأثرت على الجمهور سواء داخل الملعب والذي يتواجد أيضا خارج الملعب هنا، والذي لم يستطع الحصول على تذاكر ولوج الملعب. تذمر كبير، حزن صراحة، لأن الهدف أتى يعني في بداية المقابلة وكأنه قتل المقابلة. الأمل معقود على أن يعود الفريق الوطني المغربي في النتيجة ويحقق التعادل ولمال الفوز، لكن الأمور صعبة جدا، صعبة جدا، محاولات لكنها محتشمة. سوف نحاول استقراء بعض الآراء للجمهور المغربي الحاضر هنا. خويا أنت ما دخلتيش البيت ماركت علينا في الديبار، كيفاش شنو هي الارتسامات ديالك؟ خويا راه واحد الشعور، اش نقول لك، ما دخلناش واللي تيكي ديالنا ما لقيناش لي تيكي اللي كنلقاو. اللي تيكي نوار غاليين بزاف، كتلقى 4000 5000 7000. نعم. كنتفرجوا في القهوه 1-0 ماشي مشكل، باقي الماتش، ولكن ما كيبان لي ما كاينش اللي غادي فيني، ما كاينش تسعود اللي غادي ماركي، ما يعني ما عندناش متمم العمليات، ما عندناش قلب هجوم. العمليات كتوصل الكره، كتوصل وما كاينش اللي كتوصل، كاين ديرار، كاين حكيمي كيهزو، ولكن اللي غادي ماركي ما كاينش. نعم، لحد الان حتى مستوى اللعب كان يعني صراحه المغرب لا باس به، يعني اللاعبين لعبوا واحد اللعب نقي، ولكن المشكل كيبقى في متمم العمليات اللي ما عندناش لحد الان. الاخ الكريم هضر. تفهمش العربيه؟ ما كتفهمش العربيه؟ كتهضر باش بالعربيه المغربي ولا فرونسي؟ اوكي اون فا بارلي اون فرونسي، يا با سوسي. دونك ليكيب ناسيونال جوسكو مومون اون ا بيردو 1-0. On n'a pas l'attaquant, le vrai attaquant qui peut finir les attaques jusqu'au moment. Après, c'est le premier match, on aurait dû gagner ce match parce qu'on aurait dû pas se manger ce but à la dernière minute. Mais bon, après, même si on perd, même si on est disqualifié, alhamdoulilah, tu vois, aïch le Maghreb, aïch le peuple, tu vois. Oui, oui, malgré tout, c'est vrai, on est des Marocains, on aime notre pays, mais c'est pas ça le but aujourd'hui. On perd, c'est bon, c'est pas grave, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, on est venu en Russie, c'est pour faire la fête, c'est tout. C'est une Coupe du Monde, c'est normal, après, si on est disqualifié, maalich. نعم، إذا كما قال الأخ، هو أنه في آخر المطاف نبقى مغاربة، وحتى ولو أقصينا فالقضية هذه كرة القدم وعاش المغرب. صافي 20 سنة كون سي با كاليفي، أوكي ستان لا أون إيتي فريمون أون إيتي أوبتيميست، مي أوجوردي كون فا باغ إكزومبل ماتش ديغون، لو ماتش دوجوردي، با ديزولي، ليغون نورمالمون لي 3 بوان سي أون بوش، إي سون أون ماتنون. إيش كو تو بونس كون أبير دو تو أو ماتش ديغون؟ ما وي. On a perdu tout. Ok, on est resté optimiste. Pourquoi? C'est le Watania. Parce que le Maroc, mais ce match-là, on a tout perdu. Le jeu qu'on a fait en Iran, aujourd'hui, il reste 4 minutes. Ils ont marqué. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce jeu? Ce match-là, qualification, c'était super. Ok, on sait pas, on a pas encaissé des goals. On était parmi les meilleurs défenseurs. Et ils sont maintenant. Alors il y a un truc qui cloche dedans. Comment ils ont rentré contre l'Iran? Bah, c'est normal. Quand tu commences déjà avec une défaite. Bah, n'attends pas un miracle. C'est pour ça, à part ça, quand on voit les autres matchs, c'est quand même chaud. Merci bien. En tout cas, ce sont des questions qui attendent des réponses. المشجع يقول انه لم نفهم شيء. طيلة الاقصائيات كان المنتخب الوطني المغربي فريق كبير جدا، فريق له المستوى وله لاعبين، لكن اليوم وجدنا منتخب اخر ضعنا في اللعب، تنقص الواقعية في اللعب، ينقص متمم العمليات، لم نفهم هل الفريق الوطني المغربي لا زال في مستوى او ان هناك منتخب وطني مغربي اخر. على اي سوف نحاول استقاء الارتسامات بعد نهاية المقابلة، نتمنى أن يسجل المنتخب الوطني المغربي التعادل على الأقل ولما الفوز. تحياتي محفوظ بيجيل مدريس تحاني من أمام الملعب الكبير هنا بموسكو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.